الله معكم. المشورة الثامنة اليوم بتقول لا تأكل خبز شرير العين ولا تشتهي أبداً طيباته. إن قال كل واشرب معي فقلبه غير صادق معك، وكما نوى في نفسه يكون. تتقيأ اللقمة التي أكلتها وتستنكر كلماتك المعسولة. أمثال 23:6-8. هالمشورة بتحطنا أمام شخصية ذات نفسية بتعاني الأنانية والحسد. هالشخصية مش قادرة تعيش المحبة والانفتاح على الغير، ما بتعرف العطاء المجاني. هم هالشخصية إرضاء الأنا الذاتية بكل رغائبها وشهواتها ومتطلباتها، حتى ولو كانت على حساب سلامة الغير وحياتهم وخيرهم. وبتتظاهر هالشخصية بالكرم والعطاء لحتى تحصل على الشيء اللي بدها إياه من أجل إرضاء الأنا ورغائبها. لهيك قالت هالمشورة عن هالشخصية: إن قال كل واشرب معي فقلبه غير صادق معك. بعبارة تانية، طعامه بيحمل الأذية للغير، وهو كطعم أو فخ بيصيد فيه الغير لأجل مصلحته. ومنتذكر هون قصة الملك داود وبتشابع وأوريا الحثة. لما الملك داود انعجب ببتشابع وأراد أن تكون لأله وحبلت منه، ولما عرف ودى الملك داود هدية لزوجة أوريا ودعاه لحتى يأكل ويشرب معه. وتاني يوم خطط لقتله مع يؤاب، وهيك صار، قتل أوريا وأخذ داود بتشابع زوجة لإله. تصرف داود هيدا بدل على الأنانية وروح الحسد تجاه أحد رجاله المخلصين. فالعلاج لهالشخصية الأنانية بيكون بالتوبة الصادقة، يعني بالانفتاح على نعمة الرب يسوع وعيش تعاليمه، وخصوصا عيش وصيلة كبيرة مثل ما قال يسوع: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل عقلك، وأحبب قريبك مثل ما تحب نفسك. وخلونا نتذكر دايما كلام الرب يسوع، وتحلوا بالحكمة واطلبوا الحكمة من يسوع، وخصوصا بعلاقتك مع الآخرين، لحتى ما توقعوا تحية شخصية الأنا بكل أشكالها الفردية أو الجماعية. والله معكم.